نروح لتاني حاجة معانا النهاردة وهي أجندة اليوم. أجندتنا النهاردة فيها واحدة من مباريات القمة في إنجلترا اللي هيكون فيها أكيد ليفربول مع نجمنا المصري محمد صلاح في مواجهة قوية جدا مع تشيلسي، وفي مواجهة أقوى بمنتهى الأمانة يورجن كلوب في مواجهة فرانك لامبورد في كأس إنجلترا. في نفس البطولة مباراة مهمة النهاردة بين ويست بروميتش مع نيوكاسل، وهي طبعا مباراة قوية أكيد الناس كلها مستنياها. نجمنا المصري أحمد حجازي موجود في ويست بروميتش. في مواجهة ثالثة كمان في كأس إنجلترا هتجمع بين ريدينج وشيفيلد يونايتد.